طبعا هذه فعالية احنا نفتخر فيها كالعادة، متعاونين مع بلدية مسقط في أمور عديدة، واحدة منهم هي هذه الطبق الخيري لمهرجان الثاني لمسقط. فطبعا الطبق الخيري جاءت فكرة من قبل أعضاء الجمعية بالتعاون مع المطاعم الدولية المحلية الموجودة في عمان، والحمد لله المطاعم كثير قبلت الفكرة وشاركوا الليلة في هذه الطبق الخيري، والحمد لله ذقنا المأكولات والمأكولات كانت لذيذة والحمد لله، وكان في حضور جيد. وأنا أمنيتي أن كل الشباب اللي عندهم رغبة في أن يذوقوا مأكولات إيطالية ومحلية طبعا موجودة معنا هنا الليلة.